السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اتمنى ان جميعكم تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنبدأ شرح الجزء الخاص بدرجة Acting on Urinary System. في البداية احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي الدكتور عز احمد عبد الغفار جلال، استاذ مساعد الفارماكولوجي بالكلية. Acting on Urinary System ممكن تبقى diuretics و antidiuretics و ركيزيوريك دراجز و urinary sedatives و urinary antiseptics. في البداية diuretics معناها ايه؟ هي مدرات البول، هي الأدوية drugs which increase the volume of excreted urine. لها استخدامات طبية عديدة. الاستخدام الأول، واحد in case of edema to decrease the volume of edematous fluid، في حالة ال acute pulmonary edema، في حالة ال edema due to liver disease، وفي حالة ال edema due to congestive heart failure. بستخدمها for removal of toxic products، بستخدمها برضو for lowering of body temperature في حالة ال fever especially on dogs which cannot get rid of temperature by sweating. الاستخدام الرابع ك anti hypertensive drug by reduction of blood volume. احنا عندنا عارفين ان ال blood pressure بيعتمد على ال blood volume، وبيعتمد على ال elasticity و diameter of arterial wall. لو قدرنا ان احنا نقلل ال blood volume يبقى هننجح ان احنا نقلل ال blood pressure. بستخدمها في to increase the effectiveness of renal antibiotics by providing of suitable media for its for their action. احنا عندنا مثلا في حالة ال urinary infection بنستخدم انواع من الانتيبيوتكس، كمثال ليها مثلا البنسلين والتتراسايكلين. الادوية دي بتشتغل كويس جدا في الاسيديك ميديا، فعشان تشتغل كويس جدا لازم اعمل suitable media for it for their action باستخدام حاجة اسمها acidifying diuretics، وهناخده بالتفصيل قدام. يبقى for increase أو to increase the effectiveness of renal antibiotic by providing suitable media for maximal effect. في معلومة لازم نحطها في دماغنا كويس جدا، ان كل الدايوريتكس بتشتغل على well function kidney، ما ينفعش تبقى كيدني فيها مشكلة واستخدم فيها دايوريتكس. تمام يا شباب؟ علشان احنا دلوقتي هنشوف كل الميكانيزمات بتشتغل ازاي على الكيدني. الدايوريتكس الدايوريتكس تنقسم لها تقسيمتين. التقسيم الأولانية بناء على السايت اوف اكشن، عندنا نوعين كبار اللي هو الرينال البرايمري او رينال اللي هي which have primarily او which primarily act on renal function which primarily act on renal function. وفي نوع تاني اسمه secondary diuretics اللي هو الاكسترا رينال which have diuretic effect secondary to their primary effect. مثال ليها الديجيتاليز وال H2O والدوبيوتامينز. مثلا ناخد الديجيتاليز وهو بيشرح لكم في الترم الاولاني من ضمن الميكانيزمات قالك ان هو له دايوريتك افكت، تمام، من خلال ان هو اصلا في الاساس بيزود هو عباره عن كاردييك ستيمولانت، هيزود الكاردييك اوتبوت وهيزود البلد فوليوم، هيزود الرينال بلد فلو، هيزود الجلوميولار فلتريشن ريت، ويعمل دايوريسيس. تمام يا شباب؟ يبقى السكندري دايوريتكس بيكون ليها دايوريتك افكت سكندري تو اتس تو زير برايمري افكت. وكمان هناخد مثال تاني. يبقى احنا خدنا الديجيتاليز كسكندري، وفي الووتر، وفي ماده اسمها دوبيوتامين. دوبيوتامين التقسيمه الثانيه بتاعت الدايوريتكس على حسب الميكانيزم اوف اكشن. اول حاجه ميكانيكال دايوريتكس، تاني حاجه اوزموتيك دايوريتكس، تالت حاجه كارديوفاسكولار دايوريتكس، رابع حاجه كربونيك انهيدريز انهيبيتور دايوريتكس، وفي سايازايد ديريفاتيفز دايوريتكس، وفي البوتاسيوم سبيرينج دايوريتكس، وفي هاي سيلينج دايوريتكس، وفي الاسيديفاينج دايوريتكس.
ندخل according to site او site of action بتاع الدايوريتكس. كل نوع من انواع الدايوريتكس كل نوع من انواع الدايوريتكس اللي عندنا لها جزء معين من النفر بتشتغل عليه. يعني عندنا مثلا الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز والاوزماتيك ايجنتس والزنسين بيشتغلوا فين بالظبط؟ بيشتغلوا على البروكسيمال كونفيليوتو تيوبيول. نيجي على اللوب دايوريتكس والاوزموتيك ايجنتس برضو تشتغل على حاجه اسمها حته اسمها الاسيندنج لوب اوف هانل. الثايازايد تشتغل على الايرلي بارت من الديستال كونفيليوتو تيوبيول، والبوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس بتشتغل على الليت بارت اوف ديستال كونفيليوتو تيوبيول اند كولكتنج داكت. تمام يا شباب؟ يعني كل نوع من انواع الدايوريتكس له جزء معين من النفرون بيشتغل عليه. تمام يا شباب؟ نيجي على النوع الاولاني من الدايوريتكس اسمه الميكانيكال دايوريتكس. الامثله اللي عليه اول حاجه drinking of large amount of water، تاني حاجه injection of normal saline and drinker solution. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي هيحصل مثلا لو حد شرب كمية كبيرة من المية؟ لو حد شرب كمية كبيرة من المية هيحصل له حاجة اسمها ايه؟ هيدريميا. ايه هي الهيدريميا؟ هيزيد الفوليوم، هيحصل increase للفوليوم بتاع البلاد with reduction of sodium chloride concentration. ده بيؤدي الى decrease الاوزموتيك بريشر. هل الجسم هيقف ساكت؟ الجسم مش هيقف ساكت، هيمنع او هيمنع الريليز بتاع الانتي دايوريتيك هرمون. احنا عارفين الانتي دايوريتيك هرمون ده مسؤول عن ري ابزوربشن اوف ووتر. مش كل الووتر اللي بيحصل له فلتريشن بيخرج بره الجسم، لا، بيتفرز الهرمون اللي هو انتي دايوريتيك هرمون عشان يعمل ري ابزوربشن للووتر. فلما انا هاجي الاوزموتيك بريشر قل هيمنع الريليز بتاع الانتي دايوريتيك هرمون. فلما يمنع الريليز بتاع الانتي دايوريتيك هرمون ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انهيبيشن او ديكريز للووتر ري ابزوربشن فروم ديستال كونفوليوتد تيوبيول. حلو جدا. هيحصل اكسكريشن لدايلوتد يورين، اليورين هيبقى خفيف برضو، كميه كبيره من الميه مع كميه قليله من الصوديوم كلورايد. هيحصل اكسكريشن للدايلوتد يورين ده لحد ما الاوزموتيك بريشر يرجع لطبيعته تاني او يعلى. فهنا هيوقف او هنا هيعمل ستيميوليشن للانتي دايوريتيك هرمون ريليز، وبالتالي هيوقف دايوريسيس. تمام يا شباب؟ بيستخدموا في ايه الميكانيكال دايوريتكس؟ او الواحد يشرب كميه ميه كبيره امتى؟ لو عايز يتخلص من ويست برودكت في حاله الفيفر، او عاوز يستخدم من عاوز يتخلص من البريسبتيت بتاعت ادويه معينه زي السلفونامايد. اللي احنا هنشرحه النهارده هو عباره عن الاوزموتيك دايوريتكس. ايه هي الاوزموتيك دايوريتكس دي؟ هي عباره عن سمول انرت مولكيول بيحصل لها ايزلي فلتريتد فروم ذا نيفرون with minimal or no reabsorption. بيحصل لها accumulation في النفرون لومن، فبالتالي هتزود الاسمولاريتي بتاعة الفلتريت، وبالتبعية هتمنع الووتر reabsorption في ال من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول اند اسيندنج لوب اوف هانل. يبقى نقول تاني، هي عبارة عن سمول انرت سمول مولكيول ايزلي فلتريتد فروم ذا جلوميرولاي with minimal or no reabsorption، وبالتالي هتستقر في النفر لومن وهتزود الاوزمولاريتي اوف فلتريت، بالتبعية هتمنع الووتر reabsorption from the proximal convoluted tubule and ascending loop of Henle، وهتؤدي الى increase the amount of excreted urine، هتعمل لي diuresis. في ليها ميكانيزم كمان اوف اكشن، هي بتزود اصلا الاوزمولاريتي بتاعت البلد، وهي داخله بتزود الاوزمولاريتي اوف بلد، وبالتالي
وبالتالي هتزود البلاد فوليوم، وزيادة البلاد فوليوم هتؤدي إلى زيادة الرينال بلاد فلو، وهتؤدي في الآخر إلى دايوريسيس. تمام يا شباب؟ الأمثلة اللي عليها زي المانيتول والجليسرول واليوريا، والداي الجليسرول واليوريا less frequently used. والمثال الثالث عليها اللي هو الداي ميثايل سلفوكسايد، بنستخدمه بتركيز 10%، بنحضره في 5% ديكستروز، وبنستخدمه في علاج الإديمة في الهورس. عندنا المانيتول عايزين نعرف عنه معلومات سريعة كده، يعني ان هو عبارة عن 6 كربون شوجر، بنجهزه بنسبة 25% اكو سوليوشن. It is the most important osmotic diuretics. الفارماكوكينيتيك بتاعته بستخدمه، بعمله انجكشن انترافينس سلولي، ما بستخدموش اورالي لانه بور ابزوربت اورالي. بيحصل ديستريبيوشن في الاكسترا سيلولار فلويد، ما بيحصلوش ميتابوليزم، وبيحصل له اكسكريشن باي رينال فلتريشن. الادمنستريشن بتاع المانيتول او زي ما قلنا ان هو احنا بنحضره بتركيز 25%، وبنعمل له انجكشن سلولي انترافينوس، والدوز ممكن نعمل لها ريبيت، ممكن نكررها من 6 ل 8 ساعات. السيرابيوتكس بتاعته بستخدمه كنان سبيسيفيك تريتمنت في حاله البويزنينج الدوج اند كاتس. ليه؟ لانها انديوس الفورس الدايوريسيس، بتعمل اندكشن للفورس الدايوريسيس فور ويتش انكريز او ويتش ان هاستن او ويتش فاسيليتيت الاليمينيشن اوف بويزنس باي ذا كيدني. In case of بستخدمها في حالة in case of oliguric renal failure في حالة الدوكز والكات مع الفيروزامايد. بستخدمه في حالة to reduce the intraocular pressure في حالة الأكيوت جلوكوما في الدوكز والكات. بستخدمه for treatment of cerebral edema في large and small animal مع الفيروزامايد. في حته مهمه جدا بيقولك المانيتول ما بيستخدمش في حاله الجنرالايزد اوديما او اكيوت بالمينوري اوديما. ليه؟ لانه اصلا في بدايه شغله بيزود كميه الاكسترا سيلولار فلويد، فبالتالي هيزود السيفيرتي بتاع الاوديما. انا مستخدمه على في حاله جنرالايزد اوديما، هو اصلا في بدايه شغله بيزود الاكسترا سيلولار فلويد، فبالتالي هيزود السيفيرت بتاع الاديمه. يبقى انا دلوقتي ما عملتش اي حاجه. خطر جدا ان انا لو استخدمته في الجنراليزد اديما او اكيوت بالمينوري اديما. النوع الثاني من الازماتيك دايوريتكس اللي هي اليوريا، بستخدمها في حاله الكاردياك اديما، وزي ما قلنا برضو ان هي كونترا انديكيتد في حاله الامبيرد كيدني، لان لو استخدمناه في الامبيرد كيدني هيحصل اكيوميليشن لليوريا وتعمل ان احنا هنشرحه النهارده. هو عباره عن الكارديوفاسكولار دايوريتكس، زي ما قلنا ان هي ليها ذهاب دايوريتك افكت سكندري تو ذير افكت اون كارديوفاسكولار سيستم. يبقى الكارديوفاسكولار دايوريتكس دي من السكندري دايوريتكس، من الاكسترا رينال دايوريتكس. ليه؟ لانها ليها دايوريتك افكت سكندري تو ذير افكت اون الكارديوفاسكولار سيستم. مثال ليها اللي احنا هناخده الميثايلزانسينز والكاردياك جلايكوسايدز. الميثايلزانسين يا جماعة، المثال هنبدأ بيه عبارة عن زي ايه الميثايلزانسين؟ الميثايلزانسين زي الامينوفيلين والسايوفيلين والكافيين والثايبرومين. الميكانيزم اوف اكشن بتاعته بتنقسم الى 3 اجزاء. الجزء الاولاني ان هو كارديك ستيمولانت، بيزود الكاردياك اوتبوت، فبالتالي هيعمل امبروف للسيركيليشن. الميكانيزم الثانيه او بيعمل ايه تاني؟ بيعمل دايلاتيشن للرينال بلاد فيزلز، فبالتالي هيزود الرينال بلاد فلو وهيزود الفلتريشن ريت. تمام يا شباب؟
وكمان بيعمل انهبيت الصوديوم ري ابزوربشن عند البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. الثلاث ميكانيزمات دول مع بعض بيؤدوا لي الى الدايوريسيس. تمام يا شباب؟ يعني بيزود الكاردييك اوتبوت، بيعمل امبروف للسيركيليشن يعني بيزود البلاد فوليوم. تاني حاجه بيعمل دايلاتيشن اوف رينال بلاد فيزلز. الاثنين دول مع بعض بيؤدوا الى انكريز الرينال بلاد فلو، فبالتبعية هيؤدي الى زياده الفلتريشن ريت. كمان الميكانيزم التالت ان هو بيعمل انهبيت للصوديوم ري ابزوربشن فروم البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، وبالتالي الثلاث ميكانيزمات مع بعض هيؤدي الى الدايوريسيس. السايف الميثايلزانسين الاكشن بتاعها بيزيد في الالكالينيول، عشان كده الدايوريتك افكت بتاعها جريتر في الهربيفورس انيمال زان الكارنيفورس انيمال، لان طبعا زي ما كلنا عارفين ان الكارنيفورس انيمال ده اليورين بتاعها بيبقى اسيدك. الثيرابيوتيك يوزز بتاعه الميثايلزانسين، الميثايلزانسين ار ريرلي يوزد اس دايوريتكس. تمام؟ يعني ما بيستخدمش اصلا كدايوريتكس، لانهم اصلا في الاساس الشغلانه الاكشن بتاعهم الاساسي او اليوز بتاعته الاساسي هو برونكو دايليتور. تمام يا شباب؟ في حاله الريسبيرتوري ديزيز، فمش هتلاقي حد يروح يقول لك هات لي امينوفيلين او سايوفيلين عشان خاطر استخدمه كدايوريتكس. هم لاحظوا اثناء استخدامه كبرونكودايليتور الناس اللي عندها مشاكل في الريسبيراتوري سيستم استخدموا كبرونكودايليتور، لاحظوا ان الرينا اليورين فوليوم بيزيد بس، لكن هو مينلي يوزد از برونكودايليتور، ما حدش هيستخدمه كدايوريتكس. تاني نوع من انواع الكارديو فاسكولار دايوريتكس هما الكارديا جلايكوسايتس اللي هي الديجيتاليز والاستروفانسس. الميكانيزم في اكشن بتاعتهم هي عباره عن واحد واثنين بتاعه الزنسينز او المسايل زنسين، ان هم كاردياك هم اصلا كاردياك ستيمولانت. الكاردياك جلايكوسايد دي الاسم الثاني بتاعها او الثاني بتاعها كاردياك ستيمولانت او كاردياك تونيك. الميكانيزم في اكشن بتاعتها بتعمل ايه؟ بتزود الكاردياك اوتبوت، هتعمل امبروف للسيركيوليشن، ده اول نقطه. النقطه الثانيه ان هو بيعمل بازو دايليتيشن اوف رينال بلاد فيزلز، فبالتالي هيزود الرينال بلاد فلو وهيزود الفلتريشن ريت ويحصل دايوريسيس. تمام يا شباب؟ بنستخدم الكاردياك جلايكوسايت في حاله الكاردياك اديما اللي هي ديو تو كونجستيف هارت فيلير. الاستروفانسس هنا امن من الديجيتالز، لان الديجيتالز زي ما احنا عارفين ان هو فيه عيب خطير جدا ان هو كميولاتيف دراج، بيحصل له اكسكريشن بصعوبه جدا من الجسم، فبالتالي بيحصل تراكم للجرعات. مش كل يعني مثلا انا خدت جرعه معينه مش كلها يحصل لها اكسكريشن، هيتبقى منها جزء، وهقوم واخده جرعه ثانيه يتبقى منها جزء، فيحصل تراكم للجرعه دي لحد ما يعمل لي توكسيستي. فهو ده العيب الخطير بتاع الديجيتاليز ان هو كميونيتيف دراج، ما بيحصلوش كومبليت اكسكريشن. فبالتالي الامن هنا في الكارديا جلايكوسايد استخدمه كدايوريتيك هو الاستروفانسس. ليه؟ لانه بيحصل له رابيد ابزوربشن اند رابيد اكسكريشن. تمام يا شباب؟ وبكده خلصنا محاضره النهارده، متشكره جدا ليكم، شكرا.